جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. تزور شيفاني؟ أنت شكلك دايخ ومضيع طريقك، لهيك جيت تزور شيفاني هون بالوقت اللي هي فيه ببيتك. بس يلي بعرفه إنه شيفاني رجعت مباري على القصر. رجو وصل شيفاني لهون مبارح. حاجتك حكي فاضي، لا شيفاني ولا راجو هون، وهنن ما إلهم شغل أصلاً ليجوا لهون. بس راجو قال لي إنه أكيد بيكون كذب عليك. هلأ روح من هون، أحسن ما نادي للحراس يزدوك برا. ما في داعي تزعج حالك كتير يا سيد جاسوان ترانا. أنا ما جيت لهون لأشحت منك، أنا جيت لهون لأخذ حقي منكم. المصاري اللي صرفتها على شيفاني، شوف هاي الفاتورة خدها. وبالمناسبة مثل ما أنت بيطلع لك حق ومصاري بميراث جدك، فشيفاني إلا حق مثلكم كمان فيه. وبما أنه أنا صرت عمّة، فأنا بقدر خلص حقها منكم، وهالشي وقت بحبه وبقرر. هات عطيني المصاري لشوف. لكن جيت لهون للطالب بحقوقك، بس شيفاني ما لها أي حق عندي. هي هلأ صارت فقيرة وأنت عم الفقيرة، أعطيها الفاتورة أو خليها للذكرى. إذا ما فهمت شي أنا بشرح لك. مزبوط، جده حرم شيفاني من ورثته لأنها تزوجت من ابنك، ما لها أي حق بأملاك جدي ولا بأسره، فهمت؟ كنتك هلأ فقيرة، يعني هلأ صارت مثلكم بالضبط، وما عاد يطلع بإيدك شي. ومنيح إنه بلشت تتعود على عيشة الفقر معكم. شفت؟ هلأ ما عاد تفيدكم بشي أبداً، صفيت على الحديدة. أنتوا عم تكذبوا علي، مستحيل يكون سيد بالوانت حرم شيفاني من ورثته أبداً، سمعانين؟ عم تلعبوا لعبة كبيرة اتنيناتكن. أنتوا عم تحاولوا تستغبوني مو هيك؟ وهالشي مشان ما تعطوني المصاري وتاكلوا حقي وحق شيفاني. أنتوا مفكرين رح نسكتلكن ونقعد على جنب؟ ها؟ انتبه منيح يا سيد جاسوان ترانا، خلي هالحكي حلقة بإذنك، وتذكر منيح أنا كمان ماني هين وبيطلع معي كتير. هاي بابو رام، استناني شوي.